الجاستر سوفيا ريفلاكس الديفينيشن بتاعه اسف فيسيولوجيكال باسج اوف جاستريك كونتنت في اوتوفيجاس، يعني بس ما فيهاش كونتراكشن، لا هو زي الفوميتنج ولا هو زي الروميشن الناس تتعمد رجوع، لا هو بيبقى باسف وبيطلع جاستريك تاني. ده اللي هو الجور او جاستريك سوفيال. في جاستريك سوفيال ريفلكس ديزيز اللي هو الجورد او في ناس بتقول عليه جيرد، ده الجير او الجور اللي بيسبب سيمبتومز. فهذا لو طفل بينزل بيحصل فيه جاستريك سوفيال ريفلكس بينزل من غير ما يعمل له مشاكل يعني من ناحيه يبقى يخش في هارت فيل، يخش في اسيد زياده، يخش في بين، يبقى الطفل طبق ريتابول كويس، بيجيله اسبريشن، بيكح كتير، دي سيمبتومز. لو عمل سيمبتومز هنا يعتبر او اثر على الوزن مثلا يعتبر ان هو هنا سبب مشكله، او بيبقى فيه فوميتنج بروجكتايل. فوميتنج بروجكتايل ده دلاله ان هو يعني مش فيسيولوجيكال ومش ريجيرج العادي. الديفينيشن الثالث اللي لسه قايلينه بيقولوا هنا تاني عشان يفرقوا بين الثلاث اوضاع اللي هو الجور والجيرد والفوميتنج. فالفوميتنج هنا اكتيف ريت باسج اسري كونتنت، وممكن مع ريتشنج اللي قلنا عليها اللي بيعق ده، ومعها فالورو سويتنج عشان طبعا الاكسترا بيراميدال بيشتغل في الحاله دي. فهنا بيبقى معها الأطفال بعد ما ترجع تلاقي بقى بيل خط تبقى شفايفه بيل، وممكن يقعد كده ساعة يقول ده الولد ده جاله أنيميا ولا جاله إيه بالظبط. فنخاف من البارور اللي بيحصلوا مع البوميتنج في الحالة دي، بيبقى بتاع باراسمبسيت الجيرد وبين مهم جدا ان الفرق بين الفوميتنج والجاستروسوفيال ريفلكس. الفوميتنج بيبقى فيه اكتف موفمنت لكن الجور بيبقى غير اكتف، بيرجع عشان نسال لازم نسال الام بيعمل مجهود وبيرجع ولا بينزل منه الحاجه، بيرجع قدام باندفاع ولا مش بيرجع. طبعا الكميه بقى بتفرق، واي كونتنت اب نورمال طبعا دي هنتكلم. الهيستوري بناخده بالنسبة للأعمار الصغيرة غير الأطفال الكبار. الأعمار الصغيرة هل هو بريماتيور أو تيرمينال؟ طبعا دول بيبقوا لايبل مشاكل في الفيدينج. هل هو بريست ولا فاتل فيت؟ تمام. فوليوم أند نمبر أوف فيت أوفر فيدينج طبعا ده بيفرقه، يعني بياخد بيرضع كتير ولا كومن قوي نسمع لأمهات يقول لك ما بيرضعش. يعني إيه بيرضعش؟ يقول لك بياخد دقيقتين ويسيب. لكن دقيقتين يسيب دي ممكن تبقى كل خمس دقايق كده بقى في اوفر خلاص، فلازم ناخد هيستوري كويس قوي قوي في طريقه الفيدنج غالبا ده، او تكون بتديله رضعه بالبطل وبعدين يزن شويه تديله شويه رضعه طبيعي وبعدين تديله شويه بالبطل وبعدين تركنها لما يسكت وبعدين تديله ملع تاني وبعدين تكمل. هنا الاوفر فيدنج بيبقى سبب مهم في عكس او عمليه الكومتنج نفسه بيبقى تقول انه بيرجع طبعا بيبقى في افورت خلاص. عشان نقول بالنسبه للكومتنج ده وافورت خلاص وتاكدنا لازم نسال اذا كان يعني الفوليوم نفسه. طب هنسال ازاي السؤال ده؟ هي الام طبعا بتقدر تقيس الفوليوم نفسه. الفوليوم بنمثلها بالايد، ده كف الايد تمام. يعني نقولها مثلا هل بيرجع كده تاخديها بكف ايدك ولا بايديك الاثنين؟ بنمثلها بالحجم، او نرسم لها دايره على السرير جنب البيبي ونقول لها دايره قد كده ولا كده ولا كده. بيقول بغرق الدنيا ومش عارف ايه. طب هل بفت بس تتوسخ ولا بينزل جنبه؟ ممكن بالنسبه لها حاجه زي كده بتبقى ايه كبيره، لكن في الواقع بيبقى مش كتير. فومتنج فيرسس بوستنج. بوستنج البوستنج اللي هو بالبلدي القشط ولكن بينزل لبن بيبقى زي ما هو بعد ما يرضع ينزل بق لبن كده ولبن سايل لسه مش كير. طبعا اللبن لما ينزل مقطع ده معناه انه قعد شويه في السمك ورجع، بيبقى قعد شويه في السمك بدا يتهضم بعدين رجع تاني، فده يبقى لبن مقطع ومجبن خلاص.
لكن بيرجع لبن سائل ده بيبقى لسه ما انتظمش، فبيسموها بوسيتي، بيبقى الطفل بينزل شويه 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 ولبن لسه ما انتظمش. كلر بوسيتي يعني شويه اللي يطلعوا لونه ايه، اصفر ولا ابيض. طبعا الاصفر بيقلي، هو اللبن بيبقى مطبوخ بيصفر شويه. هل ممكن مثلا في بلاد ولا؟ هو ده السؤال هنا. طبعا لو بايلستين ده مشكله سم سورت. وزي ما قلنا في الاول خالص، هل هو بروجكتايل ولا نان للانفنتس؟ برضو هل بيحصل شوكينج ولا لا؟ شوكينج يعني بيشنق. ممكن يقول لك بيشنق كتير وهو بياكل، او جاجينج يبقى عايز يركز. الجاجينج عاده او دليل على ان هو في فورسفول فيدنج، يعني بيحاولوا ياكلوه، فيبقى رد فعل من الطفل يعمل جاجينج كده، ان هو يعمل حركه. شوكينج طبعا دي يعني ممكن تبقى صاحب مثلا الجاسترو شفير ريفلاكس، ان هو بيرجع اللبن تاني وهو بيشنق او بعد ما يرضع. وطبعا دي علامه برضو ان في كميات اكبر من اللازم. راينج انسيتلد افتر، يفضل قاعد بعد الفيديو ده، معناه ان في ريفلكس، والريفلكس ده مضايقه يعني عامل اسيدتي جامده قوي. فولترنج جروس، فولترنج جروس اللي هو يعني فولترنج جروس الترم ده احنا قلناه في اول محاضره خالص. فولترنج جروس دي معناها زمان كانوا يقولوا فيلير تو سرايف، فيلير تو سرايف ان هو لا ينمو كويس. فهم عايزين يفرقوا الفولترنج يعني الجروس اللي بيبقى ضعيف نتيجه مشكله في النيوتريشن من الاسباب الثانيه، فبيسموه فول. دي طبعا لو طفل في عنده جور كتير زيادة عن اللزوم بيرجع كتير قوي، اسوشيتد دايريا او كونستيبيشن، بقى نبتدي نمشي في سكة اذا كانت الموضوع ده جاستروانترايتس، هل الموضوع ده مثلا كاو ميلك الرجي وهكذا. بلاد ان ستول يمشي مع انفكشن، يمشي مع كاو ميلك الرجي. فاميلي هيستوري في اتوبي ده ممكن يمشي لك كاو ميلك الرجي. كرونيك كاف او ريكارنت شيست انفكشن او نمونيا، دي معناها ايه؟ احيانا الكرونيك كاف بتبقى نتيجة الجاستروسكوبيا ريفلكس، يعني أما يقول لك إنه بيكح بالذات بالليل وهو نايم، وما بيكحش إلا وهو نايم بس، دي ممكن تبقى ريفلكس. لازم ناخد هيستوري كويس جدا للنيوتريشن بتاعته. ممكن الأطفال ما تاكلش إلا طبيخ مثلا بالليل، أو تلاقي طول النهار بياكل حاجات متعبة جدا للمعدة. الأطفال اللي بتشرب الكاتشب، الأطفال اللي بتاكل شيء زيادة عن اللزوم طبعا بمقليات، الأطفال اللي كل يوم بيتغدوا صلصة ومقلية وتقلية والحاجات اللطيفة دي، الأطفال اللي بتاخد حاجات كل دي حاجات قلة جدا. لما بيجي له كف بالليل ممكن يبقى فيه ريكونشس انفكشن ريليتد للجور. اه طبعا لو هو يبقى فيه ارتجاع كتير ممكن يخش في الوي ويجي له كف انفكشن، ممكن توصل اسبريشن كتير لدرجة نمو او نيورو ديسابيلتي. لو واحد سي طبعا ممكن يبقى عنده. الأطفال الأكبر شوية بنسأل على أبدومينال بين، هارت بيرن، وبيجسر بين، ودايما اللي بيجسر بين الناس ساعات ما يترجموش قوي، فممكن يقول لك ده قلبه اللي بيوجع لازم عليها. مشكلة الهارت بيرن في الأطفال الصغيرين قوي ما يقدرش نميزها، إن هو ممكن الطفل الرضيع ما يقدرش نميزها. من ضمن العلامات في الأطفال الرضع إحنا اللي هي في الإنفنس اللي اتكلمنا عنها من شوية، من ضمن العلامات ان هو بتلاقي الطفل وهو نايم بيرجع راسه لورا خلاص، فده معناه ان هو يعني حاسس برجوع اللبن في زوره او في المريء تاني. تلاقي الطفل يشد راسه لورا خالص كده اثناء عمليه الارتجاع، عمليه الريفلكس، ده بيخلي ان هو يديني دليل ان الطفل ده عنده احساس بالبرنينج لما بينام. تلاقي طفل بيصرخ وراح حادف راسه لورا وساعات يجيب راسه على اليمين، دي بناخدها في الانفنت او صغيرين قوي يعني. فشده الراس لورا دي والثانيه كده دي معناه انه ممكن حاسس، ممكن يشوفها يقول لك بيصرخ ومغص وياخد مغص، دي ممكن تبقى قوي جسر ريفلكس. وكبار شويه ما بيعملش حركه دي، لكن يبتدي بقى يفهم دور على الابدومين، يقول في هارت بيرن، في حرقان او في وجع هنا في منطقه الابيجاستيوم، يبقى ده دايركت مي تو زي ستومك، كان في مشكله. بس ده الترم بيرجع اذا كان في باد بريس، باد بريس يعني نفس. طبعا دي بتبقى طبيعيه وساعات بتبقى مرضيه. اني واي طبعا بناخد الهيستوري اني واي طبعا، حتى لو ما قالش حاجه بتبقى محرجه للناس، وطبعا لازم كويس قوي. عادة بلا علاقة، أكتر حاجة أحيانا
اكل معين يعمل كده ويكون بتعمل معده في نفسه. دينتال انامل بروبلمز، لان ممكن كتر الارتجاع ياكل الانامل. بيحصل ارتجاع كتير او جسر شير براكس كتير، الاسيديتي تاكل انامل بتاع الكيس. هورسنس، ارتجاع اللبن كتير يعمل له هورسنس هنا في المنطقه الحنجره، فتلاقي صوته مبحوح خلاص. والصوت المبحوح ده طبعا مكان اللارينكس، فكتير قوي تلاقي انه صوت البحه دي بتتنقل الى الشيست كيج، يعني يحط ايده على ظهره. هنسمع مليون مره في اليوم الشكوى دي، الطفل صدره بيشخشخ، الطفل عنده بلغم على صدره وخلاص جايب التشخيص جاهز. طبعا كل الاصوات اللي هما بيحسوها لا تسمع اصلا اذا كان في حاجه في الصدر، لكن دي بقى ترانسميت الساوند يا من النوز يا من اللارينكس. فمن ضمن الحاجات هنا الهورسنس ده، لو في طفل عنده ارتجاع كتير طبعا طالع اللبن بالاسيد بتاعه بيعدي على فين؟ بيعدي على اللارينكس، فممكن يجي له هورسنس فويس نتيجه الارتجاع الكتير، صوته مرفوع، فبيجي بقى الصوت البحه دي بتنقل في ظهره وشايله وسكول ابسنتي. طبعا الطفل ده ما بينامش كويس. في الاكزامينشن بنشوف الهيدريشن، ممكن الطفل ده من كتر التركيز يكون حصل له ديهيدريشن بالفيوجن بتاع الاطراف. ابدومين اكزامينشن في ماسز وفي تندر، لا الهيرنال سايت ساعات البومبنج يبقى مرتبط بان يكون في هيرنيا وفي اوبستراكشن. الجروس بتاعه عشان لو في افكشن في الجروس قد يكون له علاقه بانه في ارتجاع كتير وده وقلل الوزن. يصوروا الطفل برضه عشان نفهم اكتر شكل التريجيه وده. في ريد فلاجز البروجكتايل فوميتنج ممكن يبقى ديو تو بايلوريك ستينوز. الستينوز ده طبعا من ضمن الحاجات اللي كان مطلوب ان احنا نتكلم عنها النهارده، فهو احنا بنتكلم عنه اهو. ممكن في امتى؟ لو الطفل ده في رينج 3 اسابيع، هو كلاسيكالي يبقى الطفل ده ماشي كويس، ممكن معاه فوميتنج عادي او ريجرج عادي، وبعدين بيزيد جرادولي، وبعدين لما يوصل 3 اسابيع تلاقي الماكسيموم بتاع الفوميتنج. طبعا احنا اتفقنا مفيش دومبريدون، مفيش انتي ايميتك خالص، مفيش طفل يجي ياخد انتي ايميتك خالص. الايميتك دايما الفوميتنج يعني او الايميسيس له اسباب اللي بنتكلم فيها دي، تنظيم رضاعه، الرجي، حاجات. طيب البالوريك سينوس طبعا ممكن جدا يصاحبه بروجكتايل لان ده اوبستراكشن، وبالوريك سينوس طبعا ده بيبقى في المصل اللي حوالين الاوتلت بتاع الاستومك، فبيبقى قافل بحيث اللبن يتجمع في السمك ويرجع تاني لفوق، وبالتالي يحصل فوميتنج. ايد المصل بالك دي جرادولي مع الايدج، يعني اسبوع تاني اسبوع تالت تبقى ماكسيم بتاع. بعض الحالات انها ممكن ريزولف سبونتينيوس، هو الحاجات الاستراكشنز العاديه تمشي معاه. وبعدهم طبعا ما الاقي فيه ويت لوس طبعا بشخص بالسونار، لما بلاقي فيه ويت لوس وكده طبعا ده بيعمل عمليه، عمليه سهله جدا اللي هي رامستيد اوبريشن عشان يفتح بس شيء بسيط بالك دي اللي حوالين الهند. ريز انتر كير بريشر طبعا البيل از فوميتنج، ده معناه ان سنه فوميتنج طلع جرينتش بيبقى معناه ان سنه اوبستراكشن، لكن بيبقى عاده بعد الدودين. ابدومينال ديستنشن تندرنس في ماس ممكن تبقى هنا تدلنا على سنه اوبستراكشن، او يكون كاو ميلك الرجي. هيماتيمسيس طبعا ممكن يحصل فوميتنج وبلاد نتيجه جاسترايتس او سبرايتس، يعني بيبقى في عمليه جاسترو شوير ريفلكس ديزيز مستمره من كتر الاسيد طالع، يبقى في انفلاميشن والمريض ممكن يرجع دم، او يكون في كاو ميلك الرجي والعيان ده يبتدي يرجع دم. اسفيجيا طبعا وارد، الاطفال الكبار شويه على نتيجه الرجال. ليت اونست اكثر من 6 شهور او بريزيستنت اكثر من سنه بنفكر ممكن يكون يو تي اي. امبارح اتكلمنا عن ريتراكت انفكشن، وما ننساش ان اي سيمبتوم في فوميتنج زياده ممكن يبقى له علاقه بريتراكت انفكشن. بيمشي برضه لو سيرجيكال كوز، يعني ممكن البلد في الاسفول يبقى سيرجيكال كوز، لو في فيفر ممكن تدلنا على اليونيتراكت انفكشن، سي ان اس انفكشن او نمونيا فوميتنج. ديسيوريا يبقى ممكن يو تي اي يونيتراكت انفكشن، وكومن او فوميتنج يحصل بالذات مع البايونيتراكت. بالجنج فونتانيل طول رابيدلي انكريزنج كيسر كاونت، هنا ريز ديتنشن وخد بلس بيرزيستنت او ايرلي مورنينج هيديك ماشي مع الباثولوجي. التر كونشسنس او اريتابيلتي ماشي مع الانفكشن. فاميلي هيستوري اوف اتوبي ماشي مع
الادفايس ايه؟ طبعا اعرفه من الجاست اسبوع ريفلكس من غير علامات الديزيز ده نورمال وممكن يوصل 40%، وعاده بيبدا في الاطفال اقل من 8 اسابيع. يعني بدا يرجع من الاول خالص ولا بدا يظهر متاخر؟ هتقول لك في اول اسبوع كان كويس وبدا يزيد شويه مش عارف ايه، ماشي يعني كل ده مقبول، لكن اللي بيبتدي يرجع مثلا في الشهر الثاني ده بيبقى حاجه مش مظبوطه، نقول بقى الرجي، نقول حصل 2% في الاطفال بتتحسن على سنه، ماجورتي نيد ري اشورنس، بس ما فيش انفستيجيشن محتاجينها ولا تريتمنت، وبنعرفهم الريد فلاجز لو رجع دم الحاجات دي. الهاي ريسك جروب البري تيرم اللي عندهم ديسابيلتي، عندهم لو اكبر منهم ما يحسوش يخش نمونيا، او ممكن نعمل هيستوري طبعا هاي ريسك لان يبقى فيه كاو ميلك الرجي، الاوبيسيتي، الهيئه السيرنيا طبعا دي محتاجه سبيشال اوبرتيف سيرجن سهله اوبريتد جينيتال ديفورماتيك كارينيا اللي ما بيبقاش المنطقه دي طبيعيه خالص، او اوبريتد سفجال لنفس الاسم، فنبعته للسبيشاليست لما يكون في ريد فلاجز او ان اكسبلين في فيدنج ديفيكولتيز. النون فارماكولوجيكال تريتمنت احنا قلنا الادويه يعني مش كتير، بنراجع الفيدنج اس اللي عليه، اقلل فيد فوليوم لو زياده بالنسبه للعالي، بدي سمول فريكوينت فيدز، بدي سلايد بروب بوزيشن، الاكل يعني شويه، بحاول اعمل سيكلينج للفورمولا، اللبن نفسه الاطفال الكبار شويه مش في اعمار يعني، يا بالرايز يا بالكورن يا بحاجه تجاريه موجوده في السوق، بحاول اتخن الوضع شويه. فاميلي هيستوري اوف اتوبي، بجرب الاكستنسفلي هيدروليز فورمولاز، ودي البان في السوق اللي هي اتش اي البان اتش اي هيدروليز فورمولاز، دي طبعا ممكن تحسن شويه اعراض الالرجي البسيطه. الاوبيس شايل طبعا ويت مانجمنت وهيلث لايف تريتمنت طبعا اوف سيمبتومز، طبعا التريت ما بيقللش ريفلكس ابيسودز، لكن لما بيدوا حاجات زي جابسكون او رانتيدين وده توقف حاليا موقوف، او البروتون بامب انهيبيتورز ممكن تستخدم دومبريدون طبعا حاطينه في الاخر، هو يفضل ما يستخدمش في الحاله دي الادويه اللي ممكن تستخدم بس لما يكون الديزيز فومتنج العادي ما بيقولوش تعالى انت بترجع كتير اديلك، ده لما يكون في ديزيز او اتش دو انتاجونست حاجه كانوا كويسين جدا رانتيدين وبروتون بامب انهيبيتورز لاربع اسابيع لو انا شايف الموضوع ده. والدومبريدون يفضل الانفستيجيشن طبعا بيطلبها بقى السبيشاليست الحاجات بتاع 24 اور بي اتش الحاجات دي او كونتراست دي، او طبعا ممكن في جراحه الحالات اللي بتحصل.